عكا مدينة تعد من أقدم مدن فلسطين والعالم، تقع على البحر الأبيض المتوسط، حيث تبعد عن القدس 181 كيلومتر إلى الشمال الغربي، ويعد موقعها موقعا استراتيجيا ساعدها على التبادل التجاري والاحتكاك الحضاري بينها وبين دول أخرى. تأسست عكا على يد الجرجشيين الفينيقيين في 1003 قبل الميلاد، ودعوها باسم عكو أي الرمل الحار، وتوالت على المدينة في تاريخها الكثير من الحضارات والغزاة. في عام 16 للهجرة تمكن القائد المسلم شرحبيل بن حسنة من فتحها، وأنشأ فيها معاوية بن أبي سفيان عام 20 للهجرة داراً لصناعة السفن، وانطلقت من المدينة سفن حربية عربية إلى جزيرة قبرص. في القرن 18 حكم المدينة الشيخ طاهر العمر الزيداني وأبناؤه، وهو الذي بنى أسوار عكا الشهيرة، وفي نهاية القرن 19 حكمها أحمد باشا الجزار. في عام 1799 أفشلت أسوار مدينة عكا زحف القائد الفرنسي نابليون بونابرت وجيشه الفرنسي الذي وصل إليها، وقال كلمته الشهيرة: تحطمت أحلامي على أسوارك يا عكا، سلاماً لا لقاء بعده. احتلت القوات البريطانية مدينة عكا عام 1918 ميلادية، فهب أهلها للدفاع عنها، وكان لأهالي عكا دور في كل الانتفاضات والمظاهرات والمؤتمرات والثورات الفلسطينية ضد الإنجليز وأعوانهم الصهاينة. اشتهر في المدينة سجن عكا إثر ثورة البراق، حيث قامت السلطات البريطانية بتنفيذ حكم الإعدام في 3 من رجال المقاومة الفلسطينية، هم محمد جمجوم وفؤاد حجازي وعطا الزير، وكان ذلك في 17 من يونيو حزيران عام 1930، وأضرحتهم في عكا شاهدة على ظلم المستعمر وإرهابه. كان أغلب سكانها قبل نكبة عام 1948 من العرب المسلمين، ومع ارتفاع وتيرة الاستيطان اليهودي والتهجير القسري الذي تعرض له الشعب الفلسطيني عام 48 و900 ألف، أصبح الفلسطينيون يشكلون 35% فقط من نسبة السكان. أهم المعالم التاريخية في مدينة عكا سور الجزار، خان العمدان، الحمامات، السراي القديمة، السوق الأبيض، حمام الباشا، خان الإفرنج، قلعة عكا. أهم ما تشتهر به عكا صناعة الزجاج، الأصبغة، صيد الأسماك، الحلويات والأطعمة مثل التمرية، كعك الهواري، طبخ الخراف المحشوة، الأوزي. في شهر آيار عام 48 و900 ألف سيطرت المنظمات اليهودية على مدينة عكا بعد عدة معارك ومجازر قامت بها في المدينة وقراها لترويع السكان العرب وإجبارهم على الرحيل. ومنذ احتلالها تجري سلطات الاحتلال تغييرات في معالم المدينة لإلغاء طابعها العربي، وما زالت تعمل جاهدة لتهويدها. عكا، قاهرة نابليون، لن يقهرها بنو صهيون.